كشفت مصادر أمنية رفيعة أماطت اللثام عن التحركات الخطيرة لخرق التظاهرات السلمية في العاصمة أن المخابرات التركية عقدت اجتماعا سريا في قاعدة معيتيغا، تلاه آخر في قاعدة أبو ستة، مع قيادات ليبية لميليشيات ومجموعات مسلحة، طالبتهم بالاندساس في الحراك الشعبي وتحوير مسار المطالبات السلمية للشباب، ليدفع قادة الميليشيات بعناصر ونشطاء موالين للمشاركة بزي مدني. أفادت المصادر الأمنية أن إدارة المخابرات التركية أبدت انزعاجها من شعارات المتظاهرين السلميين وهتافاتهم ضد استيلاء تركيا على الأموال ونهبها عن طريق حكومة الوفاق، إضافة لدفع عشرات الملايين من الأموال الليبية للمرتزقة السوريين، حيث ترفض أنقرة بشكل قاطع الإذعان لشرط إخراج كل المرتزقة باعتباره هدفا يهدد مصالحها. لتقضي التوجيهات التركية خرق هذه الشعارات وإخفات الشعارات المنددة بدور تركيا والسراج والرافضة لبقاء المرتزقة السوريين وتردي المعيشة، وإعلاء شعارات أخرى مطالبة بإعادة فتح النفط فورا دون قيد أو شرط، وسط استغراب واضح أثار المحتجين السلميين. كذلك وجهت المخابرات التركية بأن ترفع العناصر المرسلة لخرق التظاهرات شعارات منددة بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وأخرى مؤيدة لميليشيا بركان الغضب ومجالس الشورى الإرهابية، لترتفع شعارات تهتف بحياة الإرهابي وسام بن حميد. كرامة لا أسلام، الله يرحم خونا وسام. لا كرامة لا أسلام، الله يرحم خونا وسام. لا كرامة لا أسلام، الله يرحم خونا وسام. كما كشفت المصادر الأمنية أن المخابرات التركية ترى أن الطريقة الأمثل للتصدي للحراك المتسع هي اختراقه وابتلاعه، ليتحول إلى حراك ظاهره شعبي بينما باطنه تأييد وتضامن مع الميليشيات على رأسها بركان الغضب. خطوة الاختراق هذه جاءت بدلا من مواجهة التظاهرات بالقوة والافتزاز والرصاص، خيار لجأت إليه تركيا بناء على خلفية وخبرة دقيقة في تعاملها مع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام أردوغان خلال السنوات الماضية. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.